لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا حلقة جديدة من برنامج بهار ونار، محضرين لكم فيها وصفات أكيد بتشهي، واليوم وصفاتنا غريبة شوي. ويعني اللي بتابعنا أنا ولين على الإنستغرام مفروض انه يكون حذر ايش وصفاتنا اليوم. كيفك يا شيف؟ هاي، بلشتي انت تقلي و... انا في حاله تعجب شوي. احكي لنا شو الاوضاع اليوم، شو اليوم الاوضاع لنا؟ شوفي، عاده بحب اشوف ايش في بالموسم هلا بالسوق من خضار فواكه واشياء وبنشتغل فيها وبنعمل فيها وصفات. حلو. فهالفتره في مكون اسمه القلقاس. أه. هو هذا الاشي، هذا هو القلقاس، او بالمصري بسموه ابو زميط. يا سلام، انا بقولها يعني كاتبه ابو زميط على الورقه، بقولها شو ابو زميط؟ اللي هو اسمه بالمصري. بالمصري هي اكله او بيستخدموها اكثر شيء بالمطبخ المصري. طريقه تحضيرها شوي بده شويه شغل. بنطبخ، بنقدر يزيخنه، بنقدر نعمله سلطه، بنقدر نعمله مشوي، زي يعامل معامله البطاطا. اوكي، وطعمه زي البطاطا، طعمه زي البطاطا، شبيه بالبطاطا. أوكي. بس هو أيبس من البطاطا وعليه مادة لزجة. هلأ رح أورجيهم كيف بدنا نتعامل مع القلقاس. أول إشي بدنا نبلش فيه، استني أنا بتعرفي إيش بدي أعمل أول إشي؟ بدي أخفف شوي؟ لا، بدي أقلي شوي منهم اللي جاهزين عندي عشان لما نبلش بالوصفات. حلو، يعني عن جد زي ما حكيت لكم الشيف لين دائما معودنا أي إشي بموسمه بتدخل لنا إياه بالوصفات، سواء كان خضار أو فواكه أو أي نوع من أنواع النباتات بتدخل لنا إياهم بوصفاتها. زي ما حكيت لكم بدخل بكتير وصفات. اليوم الشيف محضرت لنا وصفة بالدجاج ووصفة باللحمة، فيعني أعطيناكم أكثر من فكرة. وفي كمان وأنا عم بقرأ عنه مبارح شفت أكثر من وصفة ممكن إنه هو يدخل بالمعجنات، وممكن إنه هو بس يتقطع وينحط بالفرن بصير زي الشيبس. هلأ من ناحية القيمة الغذائية ومن ناحية الفوائد تبعته رح نحكي عنهم خلال الحلقة، فخليكم تابعينا. أما سؤال حلقتنا لليوم، هل أنتوا سامعين عن القلقاس من قبل ومجربينه؟ شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في أوفيشل، واحكوا لنا إذا أنتوا بتعرفوا القلقاس إيش مجربين فيه وصفات، اكتبوا لنا وصفاتكم بالتعليقات على الفيسبوك. طيب دانا، بتعرفي لما نعمل المقلوبة الخضار من شويها او منقليها قبل نص قلي؟ فاحنا هيك بدي انا هيك عم بعمل مع القلقاس هلا. اوكي، حطيت اوريدي، بس قبل ما نقليه في شوي يعني خطوات لازم عشان نتعامل مع القلقاس. لسه بدي اسالك انه ايش عملتي فيه، كيف وصل من هاد من هاد لهاد؟ ايش صار هاد بعد جهد وعناء؟ بحب احكي لك يعني مبين قد طيب. هو يابس مو عادي قد يابس كتير. طيب رح نورجيهم هلا، استني نزيح هدول هون عشان كله يكون واضح. هلا بداية طلعوا اللون من جوا كيف بيكون. بيكون زهري. هاي مش خربانة، مش مالها اشي، اخر بالاخر رح يصير هيك لونه. حلو. اوكي، هلا القلقاس هلا لو تمسكيه حسي هون، بس بدك ضلك تغسلي ايديكي، شايفة فيها مادة لزجة زي الالوفيرا؟ بحسيت زي الصمغ. بدنا سكينة تكون كتير يابسة. اوكي، يابسة كتير السكينة لازم تكون، هو تقشيره شوي صعب بس بالآخر فوائده كتيرة ونكهته كتير زاكية. فبدنا بعدين وانتي عم بتقطعي شوفي صار بلش لونه بلش يبيض مع الأكسجين. بالضبط، مع الأكسجين بلش يتغير لونه. كيف التفاحة بصير لونها أسود؟ أسود، فهي لما يتأكسد هيك بصير فيه. أوكي. هلأ بدي أقشره، عم بحاول أشيل كل في مرات جزء زي البطاطا بيكون خربان. يعني ما عندك لا، وبعدين يعني إنه زي التراب اللي عليه. بالضبط، 100%. هلأ إحنا عشان رح يعني ما بيهمني هلأ أغسله لأنه كتير رح ننقعه. أوكي. في ناس بنقعوه قبل بليلة، أنا مثلاً نقعته قبل بليلة، وفي ناس بنقعه ساعة زمن. بس هلأ هو ليه بننقعه، ليه بنشتغل فيه هيك؟ عشان مر. أوكي. هاي المادة اللي عليه بتكون مرة، فإحنا هلأ هيك بعد ما قشرناها هلأ بس استني بس نظف هاي. أوكي، أنا حاطة فاين عليها مي عشان ما تتحرك. يا سلام، هاي تكتيك حركات تكتيكية. لا هاي هيك بدنا نقلبها. طيب هلأ بدنا هاي الصحن عندي، تمام، بدنا نقطعها
انا بدي اقطعها، شايفه لونها عم بخف من زهري لابيض. لابيض حلو. هلا بتنطبخ، بنقدر نحطها بالشوربه. زاكي مثلا مع شوربه فريكه نقطعها صغير، ممكن نعملها مع شوربة خضار، بحس إذا هي زيها زي البطاطا. ممكن شوربات خضار، صينية خضار، دجاج محشي. بتقدري تعمل يعني بتعمليها زي البطاطا بس شغلها أكثر. لا وبعدين زي ما حكيت قبل شوي إنه أنا لما كنت أقرأ بحكي لك إنه بتقدري مع المعجنات إنك تعمليها خلطة وتحطيها حشوة زي البطاطا، بتسلقيها وبتخلطيها. وفي ناس بيعملوها مع سلق، ويعني المصاروي أكتر إشي بتطبخوها مع السلق عقدامها يعني. حلو. اليوم إحنا بتعاملين إشي بلحمة وإشي بجاج. بقطعها قاعدة مكعبات، أحطهم بالصحن. هلأ هي على فكرة من ناحية القيمة الغذائية لإلها هي زي البطاطا، فيها نسبة عالية من النشويات. أوكي. بتحتوي على نسبة عالية من النشويات وبتحتوي على نسبة عالية من الألياف. هلا رح احكي لكم ليش هي بتساعد الاشخاص لخساره الوزن، بس قبل ما احكي لكم عن خساره الوزن وشو علاقتها بخساره الوزن، الكل 100 جرام من القلقاس بتحتوي على 142 سعره حراريه. واو. فهي سعرات الحراريه تعتبر عاليه، فاحنا ما بدنا ناخذ كميات كثير كبيره منه، فاحنا بدنا ناخذ كل شيء باعتدال، ناخذ كل الفوائد الغذائيه تبعته بس بكميات مدروسه وكميات محسوبه السعرات الحراريه. كيف هو ممكن يساعد بخسارة الوزن وإنه إحنا نضلنا محافظين على وزننا؟ أول إشي بنسبة الألياف العالية اللي فيه رح تعطينا الشعور بالشبع لفترة طويلة، فعشان هيك لما إحنا ناكل كمية يعني لا بأس بها من القلقاس رح تعطينا الشعور بالشبع لفترة طويلة، ورح تخلينا نمتنع عن الأكل البعد أو السناكس اللي ممكن ناخدهم بين الوجبات. أما إنه هو رح يكون عبارة عن حارق للدهون، فهو ما بيحرق الدهون، هو فقط بيعطينا الشعور بالشبع لفترة أطول. أوكي. عشان فيه ألياف عالية. عشان فيه ألياف عالية. أوكي. طيب شايفة قطعناهم. حلو. هلا عندي مي سخنة بصحن مقور، رح أحط عليهم مي سخنة. بدي تشوفوا كيف رح يتغير لونهم مع المي السخنة. طلعي لون المي كيف صار كمان. بصير زي المغشة عكرت بالضبط. هلا بدي أحاول المي تغلي. بس بدي أحاول بدي أفركهم شوي عشان المادة هاي اللي عليهم اللزجة تقدر تتخلص منها. هي المي دافية باي ذا واي، مش كثير سخنة. بدي أشوفوا كيف المي صارت. كيف لون المي فورا، لسه احنا ما نقعناه. هلا بدي بعد ما أعمل هيك، وبحس إنه لما حطيت المي صار لزج أكتر من لما حسيت أول إشي. لسه لما تنقعيه، أنا نقعته هذا بالضبط هذاك أكتر طول الليل. اوكي. هلا بدي احكي لهم شو الخطوات بالضبط. بعد ما قطعناه قشرناه وقطعناه اوكي مكعبات، عشان نقدر المكعبات حسب الطبخه تبعتك. أوكي. بعد ما قشرناه وقطعناه مكعبات بنغسله بمي سخنه اوكي اول غسله. بعدين بدي اشيل المي عنه، بدي اقيم المي. اوكي ترجع تحط عليه مره ثانيه. بدي ارجع احط عليه مي سخنه. هاي بس اول خطوه. بتمنى كانوا يشوفوا قد ايه المي معكره كثير. بعدين بدي ارجع احط عليه كمان مره مي سخنه. نرجع نعمل نفس الطريقه. بدي اضلني هيك احاول كل القطع نفركهم عبين ما يروح شوي من هذا المادة اللي هي اذا طبخناها زي ما هي حيطلع مر. اوكي. احنا هاي الهدف منه انه ما يكون مر. هلا بدي اخليهم، بخليهم بالقليله نص ساعه هيك بمي سخنه، برجع بغسلهم كمان مرة. اوكي. وبقدروا، في ناس بطبخوهم فورا بعد ما ثلاث مرات مثلا بمي سخنة ما في مشكلة. أوكي. بس في ناس بيحبوا انه يخلوها طول الليل عشان المرارة تروح 100%. طيب وهلأ السؤال انه اذا بدي اتركها طول الليل بتركها هيك مع المي؟ تتركيها مع المي. أوكي. هلأ الدنيا برد فما في مشكلة لو تركناه برا. أوكي. يعني ما رح كتير يتأثر بالحرارة. بس رح تستغربي دانا، اول اذا نقعناه فتره طويله او هلا بعد نص ساعه رح اخليه بدي اورجيهم. اوكي. المي بتصير لزجه. يعني كيف لما نحط شيا سيدز بالمي وتاخذ هيك قوام مطاطي خلينا نحكي. صح. نفس الشيء. هاي رح اتركها على جنب. حلو. بعد ما غسلناها على فكره هذا دليل انه قديش نسيت الالياف اللي فيها 100%. عرفتي عشان هيك 100%. هي لما بتاكليها بتنفش عندك بالمعده فبتعطيك الشعور بالشبع لفتره طويله. 100%. فعشان هيك هي بتساعد انه الواحد يخسر وزن، مش انها هي رح تحرق الدهون زي ما حكينا قبل شوي، بس لا هي لانها بتقعد بالمعده فتره طويله رح تعطيك الشعور بالشبع. هلا لو الناس تيجي تشم ريحتها زي البطاطا المقليه. هلا حاليا زي البطاطا المقليه. انا بعد ما خلصنا منهم
عم بقليها نص قلية أوكي. عشان نقدر نطبخها لأنه يابس كتير. إذا بدي يعني تخيلي رح يستوي الجاج وهي لسه ما استوت. فأنا قليتها نص قلية عشان أقدر أتعامل معها. وقلتي ممكن إنها تنسلق كمان؟ تنسلق أكيد. ممكن نسلقها وممكن نشويها بس رح تاخذ وقت شوي بالفرن. وبدها نسبة زيت لو بدنا نشويها. لا هي لين يعني صحيح حكت لي قلقاس بس ما حكت لي انه في كميات زيت وما حكت لي انه الاكل دسمه هي بس حكت لي قلقاس وشي صحي وشوفي خلينا نحكي لهم فوائد خلينا نحكي الفوائد هلا رح ترجع الطرطش عشان الماده اللزجه اللي عليه فما في مشكله برضه بالقلي عشان ما نوسخ الدنيا بنحط كميه القلقاس بعدين نغطيها عشان ما يوسخ لنا المطبخ. اوكي. في كثير ناس بيفكروا اذا بنقلي وبنغطي مش منيح. بس هو عادي بالعكس بيحافظ على حرارة الزيت. حلو. وما بنوسخ الدنيا. تمام. وانت هون استخدمتي زيت شعبان. زيت شعبان أوكي. اكيد. بس خلينا نعمل هيك. هلا اذا نرجع نحكي شوي عن الفوائد تبعت القلقاس. نحكي انه سوري قطعتك. اذا بتقدري شايفي صارت شوي طرية. انسي هلا خلص بطلت لزجه خلص لا بس زي كانك الجبنه حسيت زي كانها جبنه جبنه يابسه صحيح حلو نعم اوكي هلا اذا بدنا نرجع نحكي عن فوائد القلقاس بنحكي انه هو كثير بيساعد الاشخاص اللي عندهم مستويات السكر بالدم مرتفعه هو رح ينظم مستويات السكر عندهم والاشخاص اللي بيعانوا كمان من ارتفاع بالكوليسترول القلقاس كثير رح يساعدهم